دايما في ذاكرتنا فنانين مصر اللي سابوا بصمه كبيره قوي في ذاكره الفن المصري، والنهارده ذكرى وفاه الفنان الكبير يوسف شعبان اللي قدم العديد من الاعمال الفنيه المتميزه خلال رحله عطاء ممتده. الفنان يوسف شعبان كان ليه حضور كبير جدا في معظم الاعمال اللي قدمها، محدش يقدر ينسى دوره في مسلسل الوتد او المال والبنون، الحفار او الضوء الشارد وغيرها وغيرها من الاعمال الكثيره المميزه اللي سابت بصمة في تاريخ الفن المصري. خلونا نشوف تقرير عن أهم المحطات في حياة الفنان الكبير يوسف شعبان. تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان الذي رحل عن عالمنا في 28 من فبراير عام 2021 بعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة خلال رحلة عطاء عن عمر ناهز 90 عاماً. ولد الفنان الكبير يوسف شعبان في محافظة القاهرة، وتلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية، وقرر الانتساب في كلية الفنون الجميلة بسبب تفوقه في مادة الرسم، لكن عائلته رفضت ذلك فالتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس والذي جمعته بأصدقاء العمر ومنهم كرم مطاوع وسعيد عبد الغني. ويصل رصيد الفنان الكبير يوسف شعبان من الأعمال الدرامية إلى 130 عملاً درامياً، وتم اختيار 7 من أفلامه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم بياعة الجرايد، أم العروسة، مراتي مدير عام، وفيلم معبودة الجماهير. كما قدم العديد من الأعمال الدرامية من أبرزها مسلسل ألف ليلة وليلة وضمير أبلة حكمة وامرأة من زمن الحب. أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا في 23 من فبراير عام 2021، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة حيث تدهورت حالته الصحية وتوفي يوم الأحد الموافق 28 من فبراير. في الحقيقة فيروس كورونا يعني خسرنا فنانين كتير جدا، كان منهم الفنان سمير غانم، دلال عبد العزيز، ومنهم أيضا زي ما سمعنا في تقرير الفنان العظيم يوسف شعبان اللي يمكن يعني ذكراه محفورة في أذهان كتير جدا من المصريين. أعمال كتير يعني ما نقدرش ننساها، محسن ممتاز في رأفة الهجان زي ما شفنا كده في التقرير، عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية، صوت أجش، شنب كبير، كلنا لا ننسى ابدا هذه الملامح ولا هذا الصوت في الفنان العظيم يوسف شعبان. لا يعني هو كان ليه بصمه حقيقيه في كل المسلسلات والاعمال الفنيه حتى السينما المصريه، يعني انا ما اقدرش انسى دوره اللي انا شخصيا بحبه قوي المفضل ليا في الحقيقه والسراب، يعني عمل دويتو حلو قوي مع الفنانه فيفي عبده، كان المسلسل كان حلو جدا ودوره كمان كان حلو قوي، ودوره كده كان تربوي يعني. أيوة. هو دايما كان حتى بيختار الادوار دي. أيوة. اللي هي ايه، ليها رساله، ليها مغزى كده، تحس ان دوره مش اي دور، ما بينقيش اي عمل فني وخلاص يقول لك عشان فلوس وخلاص، لا كان ليه ادوار مهمه كمان في حياته الشخصيه. كان هو راجل برنس كده طبعا، عايزه اقول لك انه اتجوز احدى بنات العائله المالكه المصريه، واعتقد كانت بنت الاميره فوزيه اعتقد، بس هي واحده اكيد يعني من بنات العائله المالكه في مصر. فهو برنس كده في اختياراته وفي الحياه في المطلق، في ادواره، في شغله، في حياته طبعًا الشخصيه. طبعا مين فينا ما ينساش او ينسى الفنان الجميل العظيم يوسف شعبان.